السلام عليكم. عندما تسيطر ميليشيا الحوثي والمخلوع على منطقة ما، تضع أمام بعض سكانها خيارين، إما أن يخرج من بيته ليقاتل معها أو أن يخرج من بيته ليقاتل ضدها، خياران كلاهما الخروج من بيتك. وعادة ما توجه هذه الخيارات أولا لنخبة المجتمع من الوجهاء والتجار وأئمة المساجد والمعلمين، فهؤلاء هم عصب المجتمع وعموده الفقري، وهم قدوتهم وقدوة من يليهم من أفراد المجتمع من أبنائهم وتلاميذهم. ومن لم يخرج من بيته مقاتلا معهم فإنه يتعرض للتنكيل كما لو كان مقاتلا ضدهم تماما. إن استطاعوا الإمساك به وسجنه وتعذيبه فعلوا، وإن رأوا اغتياله والبكاء في جنازته لم يترددوا. قضيتنا اليوم مع أحد المعلمين في مدينة تعز، أستاذ كبير في مادة الرياضيات وصاحب هم وطني، اختار مقاومة الإنقلابيين بالكلمة ورفض الخروج من منزله الذي وقع في حي تسيطر عليه ميليشيا الإنقلاب، فلم يترددوا في اعتقاله وإخفائه قسريا وحرمانه وحرمان أسرته من كل حقوق الإنسان التي تنص عليها القوانين المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. قضية الأستاذ المخفي قسريا عبد الحميد جعفر ترويها لنا ابنته ربا جعفر في الدقائق التالية، نتابع ثم نعود. والد المختطف عبد الحميد جعفر خطف في مساء ما بين أذان المغرب وأذان العشاء في تاريخ 24/8 من 2016. في البداية داهم المنزل مجاميع مسلحة انتشروا على المنطقة كي يحاصروا، أطلقوا عليه الرصاص الحي المباشر وأصابوه بطلقة في إحدى ركبتيه. هنا تم اقتياده إلى مكان مجهول أمام أخوتي الصغار وأمام صراخهم، وواصلوا عملية إجرامهم بنهب منزلنا رقم 2 ومحاصرة منزلنا رقم 1 بعدة أطقم عسكرية ومصفحات ومسلحين، أيضا توزعوا على كل المناطق. أصابوا المنزل بعدة طلقات نارية، وبداخل المنزل لم يكن سوى أمي وإخوتي الصغار، أي أن المنزل كان أطفال ونساء فقط. تم إخراجهم بطريقة من إحدى المنافذ المنزل الخلفية. حينها تم محاصرة المنطقة بكاملها إلى ما يقارب الساعة 11 ليلا، ووالدي لم يعرف أحد عنه شيء إلى بعد أسبوع من الخبر. هو تربوي، ومعروف أن الأعداء عدوهم القلم وعدوهم الحرف قبل كل شيء، فهم يطلقون عليه بالمنطقة لفظ المميز نسبة إلى المميز في عالم الرياضيات، وأنه مربي الأجيال. فمربي الأجيال عندهم هو أكبر خطورة، ومحاربة الفكر عندهم هي الأولى قبل أن تكون محاربة السلاح. كانت كل تلك هي الأشياء المخفية، ولكن ما أظهروه هو أن بقولهم أنه داعم للمقاومة وأنه الأسباب الذي يرفقوها مع كل مختطف. عن نفسي عرفت الخبر من أحد القنوات الأخبارية التي نشرت الخبر بشكل عاجل. حينها لم يبلغني أحد من المنزل خوفا علي، لأني وحيدة هنا في مع زميلاتي، وخوفا عليهم من تلقي الخبر كوني متعلقة بوالدي كثيرا. هو شعور لا يمكن وصفه، يعني أن تكون فتاة متعلقة بوالدها فهو الأب والأخ والصديق وكل شيء، وبين ثواني تقرأ خبر اختطافه. قبلها يعني كانت آخر محادثات لنا على الواتس قبل ساعة من اختطافه، فكنت آمنة، لم يكن ببالي أنه سيتم مداهمة المنزل أو سيتم، مع أننا حذرناه قبل ذلك وقلنا له بأنه في مناطق سيطرتهم وأنه إلا أنه تمسك بمنزله وأهله في المنطقة ورفض النزوح أو الهروب منها. لا يمكن وصف تلك اليوم وتلك الحادثة سوى أن أقول أنه يوم مدخم بالألم، مليء بالأوجاع والمآسي. طبعاً منذ تاريخ اختطافه إلى هذه الثانية لم نتمكن من التواصل معه أو سماع صوته، ولم يسمح لأحد من العائلة بزيارته، ولم يسمحوا حتى بالاتصال.
كل وسائل الذي حاولنا إخراجه عبرها باتت فاشلة بسبب بعض الشخصيات والمكونات في المنطقة نفسها. معروف على مدينة الصالح بأنها منطقة عسكرية في الوقت الحالي وفي الوقت السابق منذ سيطرة ميليشيا الانقلاب على المنطقة، وأيضا تقع بجوار معسكرات والجبال التي يتم قصف المدينة منها، منها جبل أمان وغيرها. هي مهددة طبيعي بقصف الطيران وقصفها أكثر من مرة، حتى أنه في أحد الخارجين من السجون يحكي لنا ما حدث، أن تم قصف الطيران وهم بداخل الزنزانة وسنة وشهرين ونحن لم نسمع عنه شيء ولم نستطع حتى التواصل معه. حتى من تواصلت معهم في البداية من أصحاب المنطقة كان شرطهم بأن يقولوا لي بصريح العبارة، إن كانت عائلتك ستزوره فأنت ممنوعة من زيارته. عاقبوا أسرتي بوالدي وبي، فلم أستطع زيارتهم ولم أستطع أيضا حتى سماع والدي، بكون كما قلت لكم سنسمح للجميع بزيارته إلا أنت. فبالواضح أنهم لم يسمحوا بالعائلة كامل بزيارته ولا أنا، يعني كانت مجرد وعود. نحن ننقل ما يحدث، وبكوننا بمناطق في معروف عليها داخل المدينة أي قلب الحدث، بمؤكد بأنني سأكتب على ما ألاقيه من أشلاء من دماء، فالمكان الذي عشت فيه ليس مكان عاديا أو يسهل على المرء أن يشاهد الجرائم أمامه ولا يكتب عنها. عشت في مستشفى وفي سكن مستشفى، فكانت كل المجازر تصل إلى أمام عيناي، فمن الطبيعي حتى وإن لم أكن من عشاق القلم قبل الحرب، حتى وإن لم أكن من عشاق الكاميرا، حتى ولم أكن، فالواقع يفرض علي أن أنقل ما أراه أمام عيناي. الأشياء التي رأيتها في المستشفى لم تكن عادية. يخيل لكم أن يأتي طفل وأشلاؤه ممزقة، أو أنه بداخل دماغه بداخل كيس بلاستيكية أو غيرها. من الطبيعي أن يكتب، فإن لم نكتب نحن بأيدينا كتبناه بدموعنا. الشيء الذي جعلنا نكون صامدين وأقوياء كي حينما يخرج يلاقينا على نفس القوة التي تركنا عليها. لا نريد أن يخرج ويلاقي منا منشور انكسار أو دمعة حزن أو أي شيء آخر. لا يوجد أحد لا يشتاق إلى عائلته أو إلى والده، خصوصا كما قلت في البداية أني كنت قريبة منه جدا وكان رفيقي في كل الدروب، فمن الطبيعي أن أشتاق له وأشتاق لكل تفاصيل أيامنا التي كنا نعيشها قبل الحرب. تلك المنطقة التي يسكنها الآن هي محظورة على أصحاب المنطقة بشكل كامل ومحظورة علينا أيضا. يعني نحن في وضع حتى يعني من أبسط حقوقنا أن نسمع صوته، ولكننا ممنوعين من ذلك. فأن يأخذ والدك بتلك الطريقة الهمجية ويمنع عنك رؤيته أو يمنع عنك سماع صوته أو يمنع حتى عنك أن تكتب عنه، يعني أن تعبر عن شعورك تجاهه حتى على مستوى التواصل الاجتماعي ومستوى التواصل أو أي وسيلة أخرى، باتت صفحاتنا شبه مراقبة، لدرجة أني أكتب شيء عن والدي وتوصل لي رسالة على رقم هاتفي أو يوصل لي اتصال من الأهل أو أي أحد بأن هناك جماعة من الانقلاب قد قرأوا المنشور وقالوا بأنك كتبتي عليه. يعني من الصعب أنه أنت يعني قد غاب والدك عنك ولم تستطيع حتى أن تبكي عليه، حتى دموعك باتت مراقبة. حتى الدموع ممنوعة. في أي قانون يمنع المعتقل من الزيارة ومن الاتصال بذويه ومن العرض على القضاء إن كان متهما؟ في أي قانون أو عرف تمنع الأسرة من معرفة أخبار عائلها أو ابنها؟ تقول هذه الميليشيا إنها الدولة، وتقول إنها الجيش، وتقول إنها سلطة تحكم بالقانون. ما هو القانون الذي يملأ السجون بالمخفيين؟ ما هو القانون الذي تحولت بموجبه مدينة الصالح في تعز
وحتى مساجد في صنعاء إلى سجون ومعتقلات. أي دولة وأي سلطات هذه التي تختطف الناس من بيوتهم ثم تخفيهم في السجون، لا تفرج عنهم ولا تحيلهم إلى القضاء، وحين تعرضهم على القضاء يكون قضاء مسيسا منحازا للميليشيا كامل الانحياز. ففي الشهر الماضي حدثت في المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء مهزلة سيذكرها التاريخ، فالقاضي الذي عينته الميليشيا على رأس هذه المحكمة يتصرف خلافا للقانون، فيدخل من الإعلاميين إلى القاعة من يشاء ويمنع من يشاء، تحديدا يدخل الإعلاميين التابعين للميليشيا. فإذا جاء صحفي مستقل قال له هذه القضية صدر فيها قرار بمنع النشر، ما قيمة القرار بمنع النشر وأنت تعقد جلساتك وأمامك ميكروفونات القنوات التابعة للميليشيا، والميليشيا هي أحد أطراف القضية؟ وعندما اعترض المحامون على هذه التصرفات رفض القاضي اعتراضهم، وعندما طلبوا إثبات اعتراضهم في محضر الجلسة رفض إثبات اعتراضهم، بل إنه طرد أحد المحامين من الجلسة، فاضطر بقية المحامين للخروج من قاعة المحكمة قبل أن يطردهم هذا القاضي أو يحكم عليهم بالإعدام. فالقاضي الذي حكم على رئيس الجمهورية بالإعدام يمكنه أن يحكم بإعدام أي شخص ولو لم يكن متهما، بل يمكنه أن يحكم بالإعدام على صحفي كبير في السن كان محبوسا منذ أشهر قبل أن يقف أمام محكمته، فحكم عليه بالإعدام خلال جلسة واحدة. مشاهدينا الكرام، قضية المعتقلين في سجون الميليشيا موضوع نقاشنا مع المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، كما أرحب بضيفي من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي. مرحبا بك سيد ياسر. أهلا بك مشاهدي قناة القيس الكرام. كمحامي وناشط حقوقي متابع للوضع، كيف تعلق على أوضاع المختطفين في سجون الميليشيا؟ بداية أشكر قناة بلقيس على طرح هذا الموضوع، موضوع المعتقلين الشائك، موضوع المعتقلين والمختطفين، الموضوع المعلق منذ 3 سنوات. أعتقد أن جماعة الحوثي وقوات صالح بدأت باعتقال النشطاء والسياسيين والصحفيين ورجال الدين وغيرهم من المواطنين العاديين منذ فترة مبكرة. إذا اجتياحها للعاصمة صنعاء كان من أوائل أهدافها هو اعتقال كثير من معارضيها، لذلك امتلأت كثير من السجون في محافظات استولت عليها كالعاصمة كتعز كمحافظة عدن وغيرها من المحافظات اليمنية. جماعة الحوثي تعاملت مع هذا الموضوع بخفة وبلا مبالاة واعتقلت كثير من هؤلاء بحجج وغير حجج. جماعة الحوثي منذ 3 سنوات اعتقلت الآلاف، أغلبهم من النشطاء من السياسيين من المعارضين ممن تعتبرهم خصوما لها، عودت في سجون خاصة، في سجون سرية، في سجون تتبع الدولة بعضها. تعاملت جماعة الحوثي مع هذا الملف وتواصلت معها عدد من المنظمات الحقوقية، لكن جماعة الحوثي لم تستجب لهذه النداءات، لم تستجب لهذه التوصيات التي طرحتها عدد من المنظمات بما فيها المبعوث الأممي المكلفين بالتفاوض مع الأطراف اليمنية في اليمن آخرهم إسماعيل ولد الشيخ. جماعة الحوثي وقوات صالح أقول أنها ترتكب جرائم
أقل ما توصف بهذه الجرائم بأنها ترقى إلى جرائم حرب، بتغييبها لعديد من السجناء، لتغييبها لعديد من النشطاء، لتغييبها لكثير من السياسيين والمعارضين ورجال الدين والمواطنين العاديين الذين تعتقلهم إما من منازلهم أو من الطرقات أو من أماكن شتى. جماعة الحوثي اعتقلت كثير من النساء، كثير من الأطفال، وللأسف الشديد أقول أن هناك جماعات كثر دخلت على الخط، خصوصا في 2017، منها فصائل المقاومة في تعز، الأجهزة الأمنية متعددة في محافظات عدن وشبوة وحضرموت. ما يوصف له أن هذه الجماعات وهذه الفصائل تتبع الحكومة الشرعية التي ينبغي عليها أن تؤمن حياة السكان، أن تتكفل بحماية المواطنين، لكنها هي الأخرى لم تصغى لنداءات المنظمات نعم. الدولية. هو الانقلاب اليمنية. هو الانقلاب سيد ياسر، هو الانقلاب، يعني أبو الآثام جميعا ومن جلب كل هذه التشكيلات خارج القانون وخارج سلطة الدولة. هل لديكم إحصائية بعدد المختطفين المدنيين في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع تحديدا في مدينة تعز؟ كثير من النشطاء في مدينة تعز تعرضوا للاعتقال، من بينهم الناشط عبد الحميد جعفر، من بينهم عديد من الصحفيين، الزيلعي أفرج عنهم مؤخرا، الصحفي تيسير السامعي، كثير من المحامين والنشطاء الحقوقيين. آخر إحصائية رصدناها في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمعتقلين المودعين في سجون جماعة الحوثي 205 معتقل في إلى منتصف 2017، هؤلاء المتبقين في سجون جماعة الحوثي في محافظة تعز، إضافة إلى اختفاء 15 ما بين ناشط ومواطن ومعارض، إضافة إلى تعذيب هؤلاء. هذا الرقم في مدينة تعز، يعني أنتم متأكدون من وجودهم في سجون الميليشيا في مدينة تعز؟ نعم هذا الرقم متواضع جدا. وما يعني أنا أستغرب عليه، لأنه مثلا منصور الزيلعي وعدد آخر ممن أفرج عنهم مؤخرا تم الإفراج عنهم وهم اختطفوا من تعز، تم الإفراج عنهم في ذمار. بالتأكيد، لكن سجلنا اعتقالهم في محافظة تعز كونهم اعتقلوا في محافظة تعز، لذلك كان لزاما علينا نحن في محافظة تعز أن نوثق حالاتهم. أقول أن هذا الرقم متواضع ومتواضع جدا للمعتقلين المتبقين في سجون جماعة الحوثي، لكن من اعتقلتهم جماعة الحوثي خلال 3 سنوات رقم مهول جدا، لا يمكن في عموم البلاد هذا العدد الآن في عموم البلاد وفي تعز تحديدا. خلال 3 سنوات كثير من المعتقلين، مئات المعتقلين، هذا الرقم الذي ذكرته هو للمعتقلين المتبقين في سجون جماعة الحوثي في للعام 2017 إلى منتصف العام 2017 فقط. هذا الرقم المتواضع هو 215 معتقل تعتقلهم جماعة الحوثي في سجون سرية، في سجون نعم خاصة لا تتبع مصلحة السجون اليمنية. سيد ياسر، إذا ما قفزنا على الأرقام والأعداد والإحصائيات التي ستظهر ولا ريب مهما يعني تضاربت، وذهبنا للنظر قانونيا في جريمة الاختطاف، كيف ينظر القانون لهذه الجريمة؟ نظمت القوانين اليمنية والدستور اليمني تحديدا جريمة الاختطاف والتقطع أو الاعتقال التعسفي، جعلها قانون العقوبات من جرائم الحرابة، جعلها قانون إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة إذا ما ارتكب هذا الفعل بتكرار وتعمد، فيحاكم مرتكبه باعتباره مرتكب لجرائم إرهابية. جماعة الحوثي باعتبارها سلطة غير معترف بها لا محليا ولا إقليميا ولا من الشرعية الدولية، تعتبر جماعة مغتصبة لسلطة الدولة. ما تقوم به من اعتقالات هو في القانون جريمة اختطاف مكتملة الأركان، يرتكبها أفراد هذه الجماعة، جماعة الحوثي وقوى صالح من أقصدها. في قانون العقوبات اليمنية هناك عدد من العقوبات التي تتوقف على مرتكبي هذه الاعتقالات، ليس أقلها السجن 5 سنوات، إضافة إلى إذا ما تعددت أو ارتكبت بصورة منهجية فيصل حكمها عقوبتها إلى ما
إلى ما تجيبه القوانين في عقوبة الحرابة أو قوانين مكافحة الإرهاب. أضف إلى أن هذه الجريمة في القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، الاعتقالات التعسفية، تقييد الحريات بدون مبرر، عدها نظام روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية. وإذا ما ساور أو عفوا إذا ما لاحق هذه الجريمة جريمة الاعتقال، إذا ما لاحقها جرائم التعذيب أو الاختفاء القسري أو تقييد الحرية المتعمد فإنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. يعني إذا ما ترافق مع الإخفاء والاختطاف موضوع التعذيب يعني والإخفاء القسري، نعم فإنها نعم ترقى نعم إلى مستوى جرائم نعم ضد الإنسانية. حسنا، لكن هذه القوانين وهذه التشريعات التي حفظت حقوق الناس وحريتهم، كيف يمكن أن تطبق في ويلاحق الجناة في اليمن وهم مختفون خلف أسماء وكنى غير معروفة؟ لا أعتقد أن كل هؤلاء الذين يعتقلون الناس من الطرقات أو غيرهم ليسوا معروفين. هناك قيادات معروفة لجماعة الحوثي وقوى صالح إما في محافظة تعز وقياداتها الميدانيين أو مشرفوها في محافظة تعز، إضافة إلى القيادات المتصدرة لجماعة الحوثي وقوى صالح في مجلسها السياسي في حكومتها الواقعية في صنعاء، إضافة إلى يعني هذه التهم ستطال هؤلاء؟ بالتأكيد أن هذه التهم ستطال هؤلاء باعتبارهم قيادات هذه الجماعة والمسؤولين المباشرين عن هذه الجرائم، بل هم الآمرين الفعليين لتنفيذ هذه الجرائم، وبالذات إذا ارتكبت ضد النشطاء والمعارضين ومن تعتبرهم خصوما لها جماعة الحوثي وقوى يعني خاصة وأن هناك تسريبات لأوامر مباشرة بالقبض عليهم، كما يعني عرف الجميع في التسريبات الشهيرة للمخلوع صالح. سيد ياسر، لو انتقلنا إلى الدور المحلي، ما هو الدور المفترض للنيابة العامة في مثل هذه الحالة بعد أن بدأت المنظومة القضائية في استعادة عافيتها؟ دعني أكمل تفضل. فكرة السؤال السابق أن هناك مستويين من المعتقلين لدى جماعة الحوثي وقوى صالح، مواطنين عاديين، وهؤلاء أعتقد أن مسؤولية اعتقالهم هي على الجماعات على القيادات الميدانية أو المحلية في كل محافظة. وهناك معتقلين نشطاء وسياسيين ومعارضين ومن تعتبرهم جماعة الحوثي وقوى صالح خصوما لها، هؤلاء تتحمل مسؤولية اعتقالهم أو اختطافهم القيادات العليا لجماعة الحوثي وقوى صالح إما في العاصمة صنعاء أو في المحافظات الأخرى، مثل الأستاذ قحطان ووزير الدفاع الصبيحي. وهل هذه الشخصيات التي يعني تقصدها؟ بالتأكيد، وكثير من النشطاء والصحفيين المغيبين خلف السجون منذ 3 سنوات تقريبا. أما فيما يتعلق موضوع النيابة العامة، النيابة العامة باستطاعتها أن تتصدى لكل هذه الجرائم من تلقاء نفسها دون شكوى يقدمها أولياء هؤلاء المعتقلين أو المعتقلين أنفسهم. باستطاعة النيابة، وقد بدأت عملها في بعض المحافظات أو في المحافظات المحررة كعدن والمارب وجزء من تعز، باستطاعتها أن تتصدى لهذا الملف وتحقق فيه بشكل جدي. وهنا أوجه دعوة إلى النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى، بتحريك دعوة قضائية ضد هؤلاء الذين يعتقلون النشطاء أو المعارضين أو المواطنين العاديين، سواء كان منهم جماعة الحوثي وقوات صالح أو الفصائل في محافظة تعز أو القوات الأمنية في المحافظات عدن وشبوة وحضرموت ومارب. في أي مكان تستطيع النيابة أن تتصدى لهذا الملف وتحرك هذا الموضوع الشائك، هذا الموضوع المغفل منذ 3 سنوات. هناك كثير من الأسر. لماذا برأيك سيد ياسر تم إغفال هذا الموضوع 3 سنوات ولدينا نائب عام يتحرك بكل حرية؟ كان بإمكانه منفردا أن يعني يبدأ بتحريك هذه الدعوة باعتباره يعني نائبا عاما، وإعلان على الأقل أسماء قيادات هذه
الميليشيا والقيادة الانقلابية الوالغة في هذا الجرم كمطلوبين للعدالة. لماذا تأخر كل هذا الوقت؟ للأسف الشديد أن هناك ارتباك حاصل في الأجهزة الرسمية الشرعية، هناك ارتباك في السلطات القضائية، هذا الارتباك طغى على كل يعني الجانب الآخر. اسمح لي سيد ياسر، الجانب الآخر قد حكم بالإعدام على رئيس الجمهورية وعلى معاونيه وعلى يعني كثير من قادة السلطة الشرعية، كيف يمكن، لا 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 أقول أنه يتم استخدام سلاح القضاء في الصراع السياسي، لكن نحن إزاء جرائم مشهودة، جرائم موثقة وضحايا موجودين وكل أدوات وكل عناصر القضايا متوفرة، لماذا لا يتم تحريك هذا الملف؟ بالتأكيد أنا لا أحبذ الفعل وردات الفعل، لكن النائب العام وجهاز القضاء الرسمي باستطاعته تحريك مثل هذه الدعاوى، وأقول للأسف الشديد أن السلطات الرسمية الشرعية ما زالت مرتبكة حتى اللحظة، ما زالت أفعالها لا ترقى إلى ما يسمو إليه المواطنون، لا زالت تصرفاتها لا ترقى إلى ما يطمح إليه الضحايا وذوي الضحايا. نعم. المنظمات الدولية والمحلية بحت أصواتها وهي تنادي كل الأطراف إلى الكف عن اعتقال المدنيين والنشطاء والمعارضين وغيرهم. جهاز القضاء الرسمي أقول حتى هذه اللحظة مغيب كليا عن هذا الملف وغيرها من ملفات ضحايا الحرب. لم يتم تحريك أي ملف حتى اللحظة، بالرغم أن اللجنة الوطنية للتحقيق رفعت كثير من الملفات التي حققت فيها ووثقت فيها، رفعتها إلى رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية حول هذا الملف ووجه السلطة القضائية والنائب العام تحديدا بتحريك ملف المعتقلين، بتحريك ملف ضحايا الحرب، لكن حتى اللحظة لم نرى تجاوبا، لم نرى آذانا صاغية، لم نرى تفاعلا مع هذا الملف الشائك والمغيب للمعتقلين وغيرهم من ضحايا الحرب منذ 3 سنوات للأسف الشديد. سيد ياسر، عادة ما تعرض الميليشيا إطلاق بعض المختطفين مقابل من يتم أسرهم من جنودها ومقاتليها في الجبهات، كيف ينظر القانون لهذه العملية، عملية الابتزاز، يعني أطلقوا مقاتلينا مقابل أن نطلق مختطفيكم، كيف يمكن توصيف هذه المسألة قانونيا؟ هذا الابتزاز أنا أنظر إليه من زاوية أنه إدارة لجماعة الحوثي، من حيث أن كان اعتقالهم ابتداء ليس له من حجة، ليس له من تهمة، غير ابتزاز الأطراف الأخرى، غير ابتزاز ذوي الضحايا إما بالفلوس أو التهديد والإكراه وغيرهم، أو ابتزاز الأطراف الأخرى بمبادلة الأسرى بمعتقلين المدنيين. للأسف الشديد السلطات الرسمية أو ما يعرف بالمقاومة الشعبية استجابت لهذه الأفعال التي تريدها جماعة الحوثي، وهو مبادلة الأسرى بالمعتقلين المدنيين. افتتحت شهية جماعة الحوثي بهذه الإجراءات التي قبلتها المقاومة الشعبية، وأنا هنا أوجه نداء للأجهزة الرسمية، للمقاومة الشعبية، للأطراف العسكرية المؤيدة للشرعية، ألا تستجب لهذه الضغوطات وأن يظل ملف المعتقلين المدنيين مفتوحا للمنظمات، مفتوحا للأجهزة الرسمية، وليس للمقايضة والابتزاز من قبل جماعة الحوثي. وهل ستستجيب يعني الميليشيا لتدخلات المنظمات؟ هل مثلا تتوارد المعلومات عن تحويل المدينة السكنية التي تقع في منطقة الحبان خارج تعز التي كان اسمها مدينة الصالح إلى معتقل الصالح الآن أو سجن الصالح؟ هل تعتقد أنه ستسمح الميليشيا بزيارة هذا المكان للتأكد مما يعني يصدر من معلومات عنه، وما هي معلوماتكم أصلا عن هذا المكان؟ جماعة الحوثي في كل الأحوال يحرقها هذا الملف، يحرقها الضغط سواء الإعلامي سواء المنظمات الحقوقي، يحرقها أن يظل في سجونها الكم الهائل من هذا المعتقلين. إذا ما تحرك الإعلام، إذا ما تحرك النشطاء، إذا ما تحركت المنظمات، فإن هذا الملف يمثل إحراقا لجماعة الحوثي. لكن ما يوصف له أن الإعلام أو هذا الملف لم يلقى اهتماما كاملا من الإعلام، لم يلقى اهتماما كاملا من المنظمات،
لا أعتقد أن منظمة كالفوضية السامية لحقوق الإنسان أو المنظمات الدولية أو اللجنة الوطنية للتحقيق إذا ما طلبت زيارة معتقل مدينة صالح أو غيره من المعتقلات أن باستطاعة جماعة الحوثي أن ترفض هذا الطلب أو هذه الزيارة. هناك راصدة للفوضية السامية لحقوق الإنسان زارت هذا الملف قبل سنة تقريبا، استخدمت الفوضية السامية ما تملكه من وسائل ضغط وغيره واستطاعت هذه الراصدة التي تتبع الفوضية أن تزور هذا المعتقل، وثقت كثير من حالات الانتهاك الواقعة في هذا المعتقل المحول من مدينة سكنية إلى معتقل أو سجن سري خاص تعتقل به جماعة الحوثي كثير من معارضيها، كثير من النشطاء، كثير من المواطنين العاديين الذين لا ذنب لهم إلا أن جماعة الحوثي تعتبرهم خصوما لها. هذا المعتقل فيه كثير من عشرات الغرف المعدة كسكون، إضافة إلى أن يعني هو شقق سكنية، عمارات وشقق سكنية وبدرومات، ويعني مدينة سكنية في النهاية كان يفترض توزيعها للمستفيدين من أبناء المدينة، وإذا بها تتحول إلى مدينة رعب ومدينة إخفاء قصري وسجن كبير. المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي، كنت معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك لكل هذه الإيضاحات. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. التربوي المختطف عبد الحميد جعفر، تم الرصد، في أمان الله.